السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في أطراف فم العنصر القريبة من بني ملال بنى الحاج أحمد الزلالي حظيرة في الضيعة التي اشتراها قبل 3 سنوات حين كان يمهد للعودة إلى أرض الوطن بعد 40 عاما قضاها مهاجرا في فرنسا. كان يعمل في ضيعة في نواحي بوردو واكتسب تجربة وخبرة في تربية الأبقار الحلوب. في الحقيقة هو بصدد تحقيق حلم طالما راوده أن يعود إلى أرض الوطن ويقيم مشروعا فلاحيا يكون مجالا لتسخير التجربة الطويلة التي اكتسبها في فرنسا. لما اكتمل بناء الحظيرة جاء بابن أخت له من فرياطة وكلفه بالإشراف على تربية 4 بقرات استوردها من هولندا. يعلم الحاج أحمد أن ابن أخته المعطي تابع دراسته حتى مستوى البكالوريا حيث أخفق مرتين. كان والده فلاحا ولم يكن أمامه سوى العمل إلى جانب والده في حرث الأرض التي آلت إليه على سبيل الميراث والإشراف على قطيع صغير من الأغنام يجري إعداده لعيد الأضحى ليوفر للأسرة دخلا مهما. يقبل المعطي على عمله بحب لا يخفى، وقد التقط خاله حبه ذاك للعمل الفلاحي. بحث الأمر مع صهره فلم ير مانعا في أن يعمل ولده المعطي في ضيعة خاله الذي منذ أن بلغ سن التقاعد صار يعيش متنقلا بين المغرب وفرنسا. زوجته وولداه رفضوا العودة والاستقرار في فم العنصر. كانوا يأتون لقضاء 4 أيام من عطلهم الصيفية ثم يقفلون عائدين إلى فرنسا. صار المعطي الساكن الوحيد في تلك الضيعة خلال أغلب شهور السنة. وذات ليلة سمع كلبه ينبح، أطل من النافذة ولما لم يرى أحدا عاد إلى فراشه. كان الكلب قد أمسك عن النباح. يستيقظ المعطي باكرا يقدم العلف للأبقار ويحلبها. كان خاله قد استقدم من فرنسا معدات للحلب. يعلم المعطي أن الشاحنة التي تمر لاستلام الحليب لن تتأخر ولن تخلف موعدها. في 7:30 رآها تقبل. يومها لاحظ أن السائق كان وحيدا. قبل أن يبادره بالسؤال عن صاحبه قال السائق واسمه خليل إن مساعده ذاك الملقب بعليلو أصبح مريضا. كان الحديث عن مرض عليلو مدخلا لينطلق خليل في سرد شكواه من ضغط العمل. يذكر أنه ذاك الصباح أعد فطيرة من دقيق القمح الكامل وبراد شاي للفطور، وفي صحن كانت 3 بيضات مقلية لون محها ينزع إلى الحمرة وقد غطتها زيت الزيتون. وقد اقتسم المعطي فطوره ذاك مع سائق الشاحنة. قبل أن يودعه نبه سائق الشاحنة المعطي إلى أن عصابة متخصصة في سرقة المواشي والأبقار خاصة قد سطت الليلة قبل الماضية على حظيرة في قرية آدوز واستولت على 4 بقرات ثم اختفت. أضاف السائق أن لا أحد تفطن في تلك الليلة واكتشف الأمر صبحا. قال الحارس إنه لم يحس بأي شيء وإن كلابه لم تنبح بالمرة. في ذلك اليوم 5 أبريل من العام 2007 لم يحدث ما يجعله يوما استثنائيا في حياة ضيعة الحاج أحمد الزلالي ولا في حياة المعطي. كان حديث سائق شاحنة تعاونية الحليب ممتعا. كان يبدو فخورا ببذلته الرمادية التي كتب على ظهرها اسم تعاونية الحليب. بعد يوم من العمل المضني آوى المعطي إلى فراشه. لا يدري كم مر من الوقت لما استيقظ. مضى إلى الحمام ثم عاد. الساعة المعلقة على جدار الممر كانت تشير إلى 22 دقيقة. أطفأ الأنوار ثم استلقى على سريره. سمع صوت شاحنة تمر بمحاذاة السياج الذي يبعد عن المنزل بنحو 20 متراً. النوم يغالبه ولم يلبث أن هزمه.
استيقظ كعادته مع تباشير الصبح لفصل الربيع نكهة خاصة في فم العنصر. قبل أن يتناول وجبة الفطور قام بجولة حول المنزل ثم مضى إلى الحظيرة. قبل أن يبلغ الباب اكتشف الكلب مستلقيا عند ساق شجرة الزيتون، تخطاه ومضى، ولكنه استغرب أن لا يتبعه. البقرات الأربع مكانها تنتظر. لفت انتباهه وجود أثر حيث تلتقي دفة باب الحظيرة، كأن أحدا حاول أن يفتحها بعنف. التفت جهة شجرة الزيتون، لا زال الكلب مستلقيا حيث رآه. توجه نحوه، لم يكن ميتا، يتنفس. حركه، ناداه: روكي روكي. لاحظ أنه حاول أن يلتفت إليه، دبت في ذيله الممددة حركة خافتة. نظر من حوله، وقع بصره على ورق أبيض كذلك الذي يستعمله أصحاب السندويشات. كان مكورا، بقع مادة دسمة تظهر عليه. لا يذكر المعطي أنه ناول كلبه أكلا لفه في ورق أبيض. مضى تفكيره إلى أن أحدا مر من الضيعة وناول الكلب أكلا دس به سما أو مادة منومة. كان الكلب فاتحا فاه، وكانت ظاهرة أنيابه. ثم يحاول المعطي أن يتذكر، لم يسمع كلبه ينبح حين سمع صوت تلك الشاحنة التي مرت بمحاذاة السياج. لم يكن أمرا طبيعيا، ولكنه لحظتها حين استيقظ من النوم وذهب إلى الحمام لم يكن في حالة تتيح له التركيز. عاد خطوات إلى باب الحظيرة، تأمل جيدا تلك الآثار التي بقيت على الدفتين. لم يعد هناك شك في أن الضيعة تعرضت لمحاولة سرقة، وأن اللصوص كانوا يريدون سرقة الأبقار. رأى المعطي أن ما قاله سائق شاحنة تعاونية الحليب عن سرقة الأبقار في قرية أدوز صحيح، وأنه يتعين عليه الآن أن يتحلى بالحذر الشديد. انحنى على الكلب يحركه، يحاول أن يتجاوب، ولكن مفعول ما دس له في الأكل كان شديدا. كانت الساعة تقترب من الثامنة. فكر في الذهاب إلى ابن ملال، عليه أن يبلغ الدرك، وفي الآن نفسه أن يزور الطبيب البيطري علّه يعطيه دواء لروكي الكلب. تناول فطوره ثم امتطى دراجته الهوائية، اتبع الطريق القروية. عند مشارف أدوز رأى شاحنة مستوقفة على جانب الطريق، كان على متنها عجلان. أبطأ السير، لم يكن هناك أحد، ربما نام السائق في مقصورة القيادة، أو لعله مضى لقضاء الحاجة غير بعيد. ولكن المعطي يعلم أن اقتياد الأبقار إلى السوق أو من الأسواق إلى الحظائر أمور لا يتولاها شخص واحد، ولذلك استغرب أن لا يكون بالقرب من الشاحنة أي شخص. دفعه فضوله إلى التوقف عند شجرة صفصاف قريبة. أخرج هاتفه النقال، نظر إليه، ثم نزل من دراجته، اقترب من الشاحنة. كان زجاج نافذتي المقصورة مفتوحا. التقط ثلاث أو أربع صور للشاحنة، وقبل أن ينصرف تسلق وأطل. لم يكن من أحد في المقصورة، ولكنه لاحظ بقعة دم على الكرسي المجاور لكرسي السائق. ثم تسلق الجهة الأخرى، كان العجلان ينظران إليه. كان مريبا ما اكتشفه صباح ذلك اليوم، ثم تذكر بقعة الدم. فتح الباب الأيمن لمقصورة الشاحنة، رأى أن قطرات من الدم كانت على الأرضية ثم على الأرض. تتابعت القطرات متوجهة إلى حقل هناك به أشجار زيتون، وعلى بعد 10 أمتار ظهر له قدما رجل ينتعل حذاء رياضيا متآكلا. اقترب منه، كان وجهه إلى الأرض لا يتحرك. تقدم منه، انحنى وقلبه، يبدو أنه فقد وعيه. كان في عنقه جرح غائر. تراجع عنه، جرى إلى دراجته الهوائية، ركبها ومضى مسرعا إلى أدوز علّه يجد دورية للدرك. في مدخل القرية دركيان يقفان أمام دراجتيهما الناريتين. توقف عندهما
وأبلغهما بالذي شاهده. قال لهما إن الشاب الذي بعنقه طعنة غائرة كان فاقداً الوعي. نسي المعطي قصة كلبه. انطلق أحد الدركيين، وسرعان ما سمع وهو يبلغ المركز بوجود شاحنة من الحجم الصغير على متنها عجلان، وعن الشاب الذي طعن في عنقه. لما وصل المعطي إلى المكان كانت هناك بضع سيارات. رأى أحد أعوان السلطة يعرفه. جاءت سيارة إسعاف ونقلت الجريح، بينما اقتدت الشاحنة إلى أدوس. تم الاستماع إلى المعطي الذي أدلى بكل التفاصيل. لم يظهر أثر للذي يفترض أنه كان يسوق الشاحنة، وسرعان ما كشفت التحريات عن أنها مسروقة من قلعة سرغنة. اتسعت دائرة التحريات إلى ضيعة الحاج أحمد الزلالي. على كيس بلاستيكي كان به الأكل الذي أعطي لكلب الضيعة تم اكتشاف بصمات. الأكل الذي قدم للكلب به مادة منومة شديدة المفعول. روكي كلب الضيعة ظل نائما يوما ونصف اليوم. في المختبر العلمي نطقت البصمات باسم صاحبها، اسمه علال بوهو. استدعي المعطي إلى مركز الدرك في بني ملال. قدمت له صورة صاحب البصمات التي اكتشفت على ذلك الكيس البلاستيكي. نظر المعطي إلى الصورة، ظل مشدوها لعدة ثوان، رفع بصره إلى الدركي الذي يجلس إلى المكتب، ثم قال: إنه عليلو. عليلو من؟ كان مساعدا لسائق شاحنة جمعية الحليب. لم يجد المحققون صعوبة في الوصول إلى سائق الشاحنة الذي أبلغهم بأن عليلو انقطع عن العمل معه منذ بضعة أيام، وأنه ادعى أنه مريض. في مستشفى ابن ملال حظي ذاك الذي طعن في عنقه بعناية خاصة واستعاد وعيه. في أقواله اعترف مصطفى العراف بأنه شريك لعليلو، وأنهما كانا يقومان بسرقة الأبقار وإخفائها في حاضرة استأجراها في أدوز، حتى إذا ما مضى أسبوعان وتوقف البحث عنها قاما ببيعها. اعترف مصطفى بأن الخلاف نشب بينه وعليلو بسبب فشل سرقة أبقار ضيعة الحاج أحمد الزلالي. لما هم باقتحام الحظيرة رأيا ضوءا أنار مدخل السكن وآخر في الداخل. قال إن العملية فشلت بالرغم من دس كمية هامة من الحشيش ونبات آخر في الطعام الذي قدم للكلب. بعد 3 أيام تم القبض على عليلو بينما كان يتجول في وسط ابن بلال. اعترف بأنه تعاطى لسرقة الأبقار لأن عمله على متن شاحنة تعاونية الحليب مكنه من تحديد الضيعات التي توجد بها أفضل أنواع الأبقار. كان في رصيد سرقاته عملية السطو على 4 بقرات في أدوز. كانت الحظيرة التي استأجراها غير بعيدة عن تلك التي سرق منها الأبقار 4. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.